بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية، وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والنهاية، محمد أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد مجلى الربوبية بقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أنت أهله، وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص. يا كريم يا مجيب يا الله يا الله يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجيه الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتفرج بها كروبنا وتختم بها بالصالحات أعمالنا، تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها وسائر المسلمين أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. وكنا وقفنا في أواخر حديث المعراج الذي تم لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عرج به إلى السماوات العلى، فالتقى في السماء الأولى بسيدنا آدم، وفي السماء الثانية بسيدنا عيسى وسيدنا يحيى، وفي السماء الثالثة بسيدنا يوسف، وفي الرابعة بسيدنا إدريس، وفي الخامسة بسيدنا هارون، وفي السادسة بسيدنا موسى، وفي السابعة بسيدنا إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك رفعت له سدرة المنتهى، ورأى أنه يخرج منها نهران ظاهران ونهران باطنان، أما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فالسلسبيل والكوثر. ثم رفع صلى الله عليه وسلم على رفرف إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ثم وصل إلى موضع لم يصله مخلوق، حيث تجلى الله عليه بالكلام والرؤية، فرأى ربه بقلبه وعينه وبكله، وكلمه ربه مولاه سبحانه وتعالى،
وفرض عليه 50 صلاة. ثم لما مر على سيدنا موسى في السماء السادسة سأله عما فرضه عليه ربه، فذكر له ذلك، فنصحه سيدنا موسى أن يراجع ربه لأنه خبر الأمم قبله وأن 50 صلاة كثيرة على هذه الأمة. وهذا من باب الدلال، فتدلل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وعاد إليه، أي عاد إلى الموضع الذي تجلى الله عليه بصفة الكلام والرؤية. فالموضع خاص بالمتجلى عليه، أما الله فلا يحصره مكان ولا يحويه زمان، سبحانه وتعالى هو الخالق. ووقفنا عند قوله في الحديث: فرجعت فوضع عني 10. فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10. يبقى وضع 10 في الأول صارت 40، ثم عاد ورجعه ثانيا وضع عنه 10 فصارت 30. فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، يعني من 30. فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال. في روايات ما فيش زيادة إلى موسى، فرجعت فقال على طول، وفي روايات بزيادة فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، يعني كل يوم وليلة. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. بني إسرائيل كان مفروض عليهم 2 صلوات بس قصروا فيه، فسيدنا موسى من باب النصح لسيدنا محمد قال له ذلك: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن في رواية ولكني، في رواية ولكن، أرضى وأسلم. فقرر التفويض، وقلنا أن سيدنا إبراهيم لم يسأله عندما مر عليه لأن مقام الخليل التفويض وعدم المراجعة، ومقام الكليم الدلال أن يتدلل على ربه، والنبي جمع المقامين التفويض والدلال، فهو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا راجع ثم فوض، فجمع المقامين صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت ناداني مناد. في رواية نادى مناد، برضو بخاري، لأن البخاري له روايات، نادى مناد، وفي رواية ناداني مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وعنه به قال، أي بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه، يقول: حدثنا الحميدي، شيخ الإمام البخاري اللي هو عبد الله بن الزبير، شيخ الإمام البخاري الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة، قال: حدثنا عمرو هو عمرو بن دينار، عن عكرمة هو مولى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى، في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين
أريها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. في القرآن وما جعلنا الرؤيا بالألف، مش كده برضو؟ والرؤيا بالألف هي المنام، تقول رأيت رؤيا يعني رأيت مناما، أما لو كانت بالعين فتقول رأيت رؤية بالتاء المربوطة هكذا، ولو كانت بالذهن تقول رأيت رأيا. يبقى رأى فعل رأى المصدر منه ثلاثة، رأى رؤيا بالألف يعني رأى مناما، رأى رؤية يعني ببصره، رأى رأيا يعني بعقله أو ذهنه، ليه مذهب يعني. في سورة الإسراء وما جعلنا الرؤيا كأنها ألف هي منام، فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول لا دي رؤيا عين، لحسن تفتكرها عشان بالألف هي رؤيا منام، لا دي رؤيا عين رآها يقظة. أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. طب وليه القرآن جابها بلفظ رؤيا اللي هي المنام؟ لأن النبي رأى الإسراء والمعراج مناما عدة مرات قبل أن يحدث يقظة، لأن عادة النبي أنه كان يرى الرؤيا فتصير مثل فلق الصبح أي يقظة، وكأن الله أراد في القرآن أن يبين أن هذه الرؤيا التي رآها في المنام جعلها فتنة للناس عندما جعلناها لك يقظة فأنكرها المنكرون، لأن رؤية المنام لا تنكر لكن ولا تكون فتنة، لكن الرؤية التي تكون فتنة هي رؤية العين، فكأنه بدأها مناما ثم ذكر قوله أنها فتنة، فدل على أن المنام تحقق يقظة، فلما تحقق يقظة صار فتنة، لأنه لو كان مناما وقال لكفار قريش رأيت في المنام أني في السماء السابعة لا ينكر عليه أحد، أي إنسان يرى أي منام، أي واحد فينا ممكن يرى نفسه ماشي في الجنة، حد هيقول له لا أنت كذاب، ولا رأى نفسه جالس مع سيدنا محمد ولا جالس مع الصحابة ويقوم يقول أنا شفت الرؤية دي ويحكيها لأولاده ويحكيها لجيرانه، ما حدش يكذبه، دي رؤية، دي المشكلة. لكن كونها صارت فتنة للناس دل على أنها كانت يقظة، فيبقى اللفظ جاء بالألف لإثبات أنها مناما أولا ثم ذكر الفتنة أنها تحققت يقظة، واضح؟ لكن لو جاء اللفظ القرآني رؤية بالتاء المربوطة بس لم ينوه أنها كانت مناما قبل ذلك، فأراد القرآن أن يذكر المعاني كلها في أقل عبارة ممكنة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك في المنام يقظة إلا فتنة للناس، فهمت بقى المسألة؟ يبقى في مقدر محذوف يفهم ضمنا، وعشان كده سيدنا عبد الله بن عباس أراد أنه هو يبين المعنى ده في تفسيره، فقال هي رؤيا عين لأنها فتنة للناس، تبقى رؤيا عين يعني يقظة وليس رؤيا قلب في المنام أو رؤيا نفس، لأن المنام رؤية النفس، الإنسان يرى نفسه في المنام أي حاجة ما حدش يعيب عليه، يبقى نايم في بيته في القاهرة ويصحى الصبح يقول للناس ده أنا شفت نفسي في أمريكا، حد يقول له أنت كذاب وجبت التأشيرة إزاي وركبت الطيارة ولحقت ترجع إمتى؟ محدش حكاز، واضح؟ فكونها فتنة للناس تبقى يقظة، حدثت له يقظة بعدما كانت مناما. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك أي مناما قبل ذلك إلا فتنة للناس عندما حققناها لك يقظة رؤية عين.
ودل على أن هذا التفسير يدلك على أن المعراج كان ليلة الإسراء. بيرد على بعض طوائف المسلمين الذين قالوا أن المعراج كان مناما والإسراء كان يقظة. في بعض طوائف المسلمين قالوا ذلك، قالوا أن الإسراء إلى بيت المقدس كان يقظة بجسمه وروحه، أما المعراج فكان مناما. لا، ده هو سيدنا عبد الله بن عباس بيبين في التفسير ده إن الإسراء والمعراج كان يقظة وكانوا الاثنان في ليلة واحدة. واضح؟ ده تفسير سيدنا عبد الله، وده اللي عليه إجماع الأمة إلا من شذ. قال: والشجرة الملعونة في القرآن. بقيت الآية بقى: والشجرة الملعونة في القرآن. قال: هي شجرة الزقوم اللي قال عليها طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. طب وهو ربنا ذكر شجرة ملعونة في القرآن قبل كده؟ حتى لما قال شجرة الزقوم ما قالش ملعونة. يعني الشجرة الملعونة في القرآن أي الملعون آكلها، مقدرة بهذا، أي الذي يأكلها صار ملعونا، لأن العرب يعتبرون كل شيء يأكله الملعون ملعون، فخاطبهم بلغته فجعلها شجرة لأنها طعام الأثيم والأثيم ملعون، فجعلها الشجرة الملعونة في القرآن، والقرآن جاء بلغة قريش. باب وفود الأنصار اللي هم الأوس والخزرج من مدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب، لأنه هو ماشي الإمام البخاري بالترتيب كده، يعني جاب لك أحوال الجاهلية ثم مبعث النبي ثم ما حدث من كفار قريش من إزاء للمسلمين ومن قطيعة ومقاطعة وحصار في الشعب والهجرة للحبشة، ثم بعد ذلك وفاة سيدتنا خديجة ووفاة أبو طالب، ثم حادثة الإسراء والمعراج في عام الحزن بعد وفاتهم، ثم بعد ذلك عرض النبي نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج، فوفد وفد الأنصار. فماشي بهذا الترتيب المنطقي التاريخي، فكأنك وانت بتقرأ بيذكرك بأحداث الهجرة بترتيبها الزماني. فبعد ما انتهى من حادثة الإسراء والمعراج بدأ يتكلم على وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة، لأنه ده الترتيب اللي جاء بعد الإسراء والمعراج، لأن الإسراء والمعراج كان في السنة العاشرة من البعثة، في نفس العام الذي توفيت فيه سيدتنا خديجة وعم النبي أبي طالب، وما حدث للنبي في الطائف من سوء معاملة وسوء مقابلة، حدث بعد ذلك الإسراء والمعراج. وبعد الإسراء والمعراج في أول موسم حج بعد الإسراء والمعراج، لأنه مختلف الإسراء والمعراج حصل في ربيع ولا حصل في رجب ولا حصل في رمضان، المهم حصل قبل موسم حج. كويس، في موسم الحج التالي للإسراء والمعراج النبي عرض نفسه على قبائل العرب في منى في أثناء موسم الحج، فمعظم قبائل العرب كانت ترفض وتأبى، كان يعرض عليهم: من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فكل القبائل تتهرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما جالوا 6 من الخزرج كانوا بيحجوا في السنة دي، فعرض عليهم الأمر، وكانوا هم من كثرة عشرتهم ليهود المدينة يعلمون أن هذا أوان مبعث نبي من جزيرة العرب وأن ولادته تكون في مكة، معلومات واخدينها من اليهود مسبقة. فلما عرض عليهم النبي هذا الأمر وجدوا أنه يوافق ما علموه من أهل الكتاب، فقالوا: لا يسبقنكم اليهود، والله ننصره ونؤمن به قبلهم. فتقابل مع 6 منهم وكانوا كلهم من الخزرج،
لأن بيعة العقبة 3 بيعات المشهورة 2 في كتب السيرة المختصرة، لكن الواقع أن هي 3 بيعات. العقبة الأولى كان فيها 6 من الخزرج بس، فلما عرض عليهم النبي الأمر قالوا نحن نقبل دعوتك لكن لا نعدك بنصرتك حتى نعود إلى أهلنا فنشاورهم ونرد عليك العام القادم. فلما راحوا بلدهم يثرب عرضوا الأمر فدخل في الإسلام أعداد كثيرة، لأنهم كانوا مؤهلين بما عندهم من معلومات كانت اليهود تبثها في أهل يثرب. فدخل الإسلام بيوت كثيرة، فجاءوا في العام الذي يليه في الموسم الذي يليه في منى أيضا، جم 12 من الأوس ومن الخزرج، بقى جم 12 في بيعة العقبة الثانية اللي احنا في كتب السيرة المختصرة يقول لك بيعة العقبة الصغرى، يبقى في بيعة عقبة أولى اللي هي كانوا 6 لكن لم يتم فيها مبايعة كاملة، لكن وعد بأنه يأتونه في العام الذي يليه بعدما يعرضوا الأمر على أهليهم وأنهم لا يجدوا غضاضة في قبول هذا الأمر، واضح؟ فجاء العام الذي يليه في العقبة الثانية في موسم الحج أيضا، وسميت العقبة لأنها عند العقبة الكبرى في منى بجوار مسجد الخيف، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأم النبي أرسل معهم في العقبة الثانية بقى، وبعد ما كانوا 12 كان منهم بعضهم الأوس وبعضهم الخزرج، أرسل معهم سيدنا عبد الله بن أم مكتوم وسيدنا مصعب بن عمير عشان يعلمهم القرآن لمن أسلم منهم ويدعو من لم يسلم، كويس؟ العقبة الثالثة بقى المرة التي بعدها بسنة كمان، يبقى النبي مكث 13 سنة اهو، احنا قلنا سنة 10 ده الإسراء والمعراج، وبعدين عقبة الأولانية والثانية بين 12 وبين العقبة الأخيرة جم 72، كويس؟ 72 وامرأتان من أهل المدينة كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصرونه، فأذن النبي للصحابة بعدها أن يهاجروا، ومكث هو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى يأذن له ربه، وبدأت بقى الصحابة تهاجر فرادى وجماعات، بعضهم سرا بعضهم جهرا كل على حسب، لأن النبي أذن لهم بالهجرة. هذا هو الترتيب الذي حدث في المسألة، ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحب وترضى،